صباح الخير متابعيني، أو مساء الخير عليكم. إن شاء الله تكونون بصحة وخير وسلامة. اليوم الفيديو مالتنا شلون نسوي عجينة السمبوسة الأصلية، يعني كلش كلش طيبة وسهلة. اتبعوا الخطوات. أهم شي نحتاج إلى 2 كوب طحين، طحين الخبز يعني بريد فلاور، طحين الخبز هذا مهم كلش، يعني يكون عندكم طحين الخبز. ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من السكر ونص ملعقة صغيرة من الملح، هذه الملح نحرك مع بعض، بعدين نضيف ملعقتين كبار من الزيت. أنا أستعمل الكريسكو هذا النباتي، زيت الخضرة هذا كريسكو. نحرك، ندخل الدهن بالطحين، نظل نفرك هيجي على ما يوصل لحد، هسه تشوفون شلون، يعني قصدي هيجي هيجي يصير هيجي. نضيف الماي، الماي 3/4 كوب مي، لازم تكون العجينة شوية قوية. هاي العجينة انتبهوا لا بها خميرة ولا بيكنج باودر، عجينة كلش سهلة واقتصادية وحلوة. يعني نظل نحرك ونعجن، أهم شي طريقة العجن على الأقل فد 10 دقائق انتو دا تعجنون بيتكم أو بالعجانة يصير، يعني أما تسوى أطلع العجانة على مود الكمية، بس صدقوا طلعت تقريبا 30-35 وحدة من هاي، لأنه العجينة مع السمبوسة الأصلية تكون خفيفة. المهم خليت شوية طحين وراح أخليها ترتاح فد نص ساعة، وبعدين أبدي أشنقها. هنا راح نسوي اللحم عادي، يعني لحم مثروم 1/2 كيلو، بعدين ملعقة كبيرة من 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة من الكمون، ونص ملعقة صغيرة من الكركم، طبعا ملح حسب الرغبة، يعني شوية تقريبا شوية أكثر من نص ملعقة. حركهم وأضيف شوية مي، ضفت شوية مي بس حتى يعني اللحم يستوي زين. عندي حضرة بصل أخضر، هسه يعني من استوى اللحم ضفته شوية انحمس وطفيت النار، لأن ما أريده كل شي يذبل، فطفيت النار. وبقدونس، هذا البقدونس طفيت النار خلاص، ورا ما ضفت البقدونس أني طفيت النار، خليها تبرد تماما. وهسه العجينة ارتاحت راح نبدي نشتغل بها. هاي العجينة عندي ارتاحت، أقسمها تقريبا طلعت 8 أقسام، يعني 8 قطع هيجي. بعدين هسه نشنقها كلها، اسويها هيجي واخليها ترتاح فد ربع ساعة وابدي افتح. لازم عندكم خلطة مال طحين ونشا، سوى كمية الطحين والنشا مع بعض حتى نقدر نفتح العجينة ونكمل شغلنا، يعني لازم النشا والطحين سوى. شوفوا خليتهم يرتاحون ربع ساعة، وهسه دا اضيف خلطة الطحين والنشا سوا، يعني خلينا نقول إذا 1/4 كوب طحين 1/4 كوب نشا سوا، أني خلطتهم ودا أفتح بيهم العجينة. راح أسويها على شكل أقراص، يعني مو كلش كلش خفيفة ولا ثخينة. هسا تشوفون دا أفتحها، كل وحدة راح أفتحها هيجي. لازم تتبعون الخطوات، يعني كلش مهمة حتى تنجح بيديكم. شوفوا شلون، يعني اللي ما تصير مدورة مو مشكلة، بعدين راح نقصها عادي، يعني مو مشكلة. المهم راح افتحهم كلهم هيجي، هاي الثانية، ونبدي بالثالثة. طحين ونشا نفتح، وهكذا. طبعا هسه شنو الخطوة الأخرى كلش مهمة، ضف الطحين بالصحن، وعندي نفس الزيت اللي استعملته للعجينة، راح أمسح كل واحدة منهم هيجي. شوفوا بالزيت، لازم على مود لا تلزق واحدة باللخ، وأضيف خلطة الطحين والنشا سوا هيجي زين، كمية زينة من الطحين والنشا والزيت على مود لا يلزقون. راح أخلي واحدة
هسه أضيف الثانية على قبلها وأضيف الزيت وهكذا، والنشا والطحين مع بعض كمية زينة، كلهم هيك راح أسويهم الثمانية كلهم سوا هيك. وهكذا هاي آخر طبقة، ما تخلوا لها زيت، بس طحين ونشا على مود نقدر نفتحها. هسه راح نفتحها بالشيبك، شوفوا خليت من جوا طحين ومن فوق طحين ونشا يعني، وراح أبدي أفتحهم كلهم فتحة. هيجي تنفتح بسهولة، بس التختة تتحرك لازم جدا تخلي فتشي جواها، مرات واحد مستعجل ما يتذكر أشياء. المهم هيجي نفتح على ما تصير عندنا خفيفة، أشوفكم السخن. وهكذا هاي فتحناها، واو هيجي السخن صار. هسه اللي يسويه اقطعها، اعدل الحافات يعني العجينة، اسويها مستطيلات طويلة، تعرفون عجينة السمبوسة هيك تكون، سكينة حادة هيك كلها شيل القطع حتى تصير مستطيلة عندنا، والعجينة الزايدة نستعملها مرة ثانية مو مشكلة، نرجع نشتغل بيها مستطيلات الحجم تحبوه، انا راح اسويهم صغار حلو يعني صغير احلى، بس انتو بكيفكم. هيجي زين مثل ما قلنا الزايد نعجنه واسويه مرت اللخة، بس هذا سبي زيت ودهن ماكو داعي، بس نفتحه ونخليه على النار. هنا أنا عندي مقلات وشوفوا النار يعني اقل من متوسطة، راح خليتهم لازم ينطبخون شوية يعني، كل مرة اقلب هيجي اقلب على ما احس انه اذا اول ورقة انشالت، شوفوا بدأت تنشال يعني بدأت تصير، كل واحدة دقيقتين ونظل نقلب يعني هيك تخلوها تحترق عندكم. شوفوا صارت، نبدي نفتح، تنفتح عندكم بعدين بسهولة وتكون كلش خفيفة وحلوة، شوف شلون كلش حلوة كلش. أهم شي هاي طريقة الطبخ، تكون النار كلش يعني أقل من متوسطة وتقلبوها مرة مرتين هيجي لمدة دقيقتين، طبعا من الصفحتين. هنا عندي طحين وماي هيجي يصير ثخين، فصاص ثخين حتى نلزق الورق مال سمبوسة. باعوا شلون صار، ما شاء الله حلو كلش كلش، باعوا شلون مثل ما السوق، وبعد أطيب وأحسن وأسهل وكمية كبيرة ما شاء الله، يعني نسوي كمية كبيرة من السمبوسة. تحشوها جبن لحم بوتيتا بكيفكم، بس انا قلت خلي هاي العجينة راح ابقيها بعدين افتحها ورأسا اخليها على النار. شوفوا راح نبدي نحشي، هاي طريقتي بالحشو، اكو هواية يسووها مثل الظرف يصير يعني، المهم هي هاي طريقتي بالحشو انا اشوفها اسهل لي. خلينا اللحم، هو موضوع الفيديو على العجينة اكثر من الحشوات، بس انا قلت خلي اسوي لكم عجينة مع اللحم. باعه دا اطوي بالطوية، راح اخلي شوية بالفرشة من هذا الصاص اللي سوينا طحين ومي حتى تلزق عندنا، ولانه لحم دا يطلع فدخلوه هيجي شو مسويت. وبعدين الطوية اللخة نفس الشي على شكل مثلث، هم نخلي شوية من الطحين والماي اللي سويناه، انتبهوا لانه ما راح اعيدها على مود لا يتاخر الفيديو هواي يصير وقته طويل، بعدين تقدرون تعيدوها الطريقه يعني تشوفوا الفيديو مره ثانيه. وبعدين نخلي شويه بالحافه، يا اما تقصوها هاي القطعه انا يعني راح اطويها هيك باو. بهالحاله تقدرون تدخلوها الفريزر اذا تريدون قبل يعني تحضروهم قبل وقت يصير. هسه الدهن يعني حار لازم يكون بالبداية على مود رأسا تنقلي عندكم، شوفوا رأسا قامت تنقلي لأن الحبات صغار، أنا خليت كل أربعة سوا أو كل خمسة يصير، ما ياخذون وقت هواية بالقلي يعني.
من تخلوهم شوية يوطوا النار على مود يستوون من جوا همين بعض، كلش حلوين. سهلة مو؟ لا تقولون مو سهلة، سهلة بس انتبهوا على الخطوات أهم شي. الوجبة الثانية على ما كلهم أخلصهم. سهلة جدا. راح تسألوني نقدر نسوي العجينة ونخليها بالفريزر؟ تقدرون، بس أفضل تحشوها وبعدين تخلوها بالفريزر، أسهل حتى تطلعون وتقلون. روعة، يصير يعني كل الأحوال جدا سهلة ومقرمشة. طبعا طلعوا هيانها طيبة. إن شاء الله عجبكم الفيديو، عجبكم سووا لي لايك، اشتركوا بقناتي إذا حابين، راح أكون كلش فرحانة. لا تنسون تفعلون الجرس. مع السلامة.